التعبير الكتابي كتابة قصة قصيرة، نموذج لتحليل كتابة القصة القصيرة. السعادة الحقيقية. كان يوما شتويا مشرقا، كنت واقفا على حشائش خضراء تتلألأ من ضوء الشمس عليها، سامعا أصوات ضحك الأطفال وهم يلعبون، سامعا صوت أصوات ضحك الأطفال وهم يلعبون، وأشم رائحة الخبز والفطائر الزكية وسط هذا كله. رأيت وأنا أسير مع صديقي يونس حذاء قديم لطفل، من المحتمل أن يكون قد تركه ليلعب، وسيأتي لارتدائه. قال صديقي: ما رأيك يا عمر في أن نمازح هذا الطفل ونخبئ حذاءه ونختبئ ونرى ماذا سيفعل حين لا يجد حذاءه؟ قلت متعجبا: لماذا نفعل هذا بالطفل الصغير؟ رد يونس: فقط لنضحك قليلا، فهي مزحة بسيطة. رفضت اقتراحه قائلا: لدي لك اقتراح. رد يونس سريعا: ما هو؟ شوقتني لسماعي. قال: تعال معي سريعا. اتجهنا معا الى اقرب محل احذية واشترينا حذاء جديدا ووضعناه مكان القديم واختبأنا خلف الشجرة. فجأة عاد الطفل فوجد حذاء جديدا، فنظر اليه والدموع تملأ عينيه غير مصدق ما يراه. جلس ينظر حوله حاضنا الحذاء الجديد باحثا عن صاحب هذه السعادة، لكنه لم يرى احدا، فارتداهما وعاد قافزا للبيت فرحا. نظرت إلى يونس فوجدته يبكي من الفرح، فقلت له: هذه هي السعادة الحقيقية. مع عنوان القصة، قصة هي السعادة الحقيقية. حين قرأت عنوان القصة، هل توقعت ما سيحدث بها؟ لم أتوقع. هل استطاع القارئ فهم أحداث القصة من العنوان؟ فلم يتحمس لقراءتها. على العكس، فإذا كان غامضا فهذا سيجعلها شيقة. اقرأ مقدمة القصة وأكمل مقدمة القصة عبارة عن الوصف الدقيق: ما رأيت، ما سمعت، وما شعرت. هل أحداث القصة متسلسلة تسلسل منطقي؟ نعم. أين وقعت أحداث القصة؟ المكان: في مكان مفتوح. متى حدثت القصة؟ في المساء، كما يقول، في يوم شتوي مشرق تتلألأ في ضوء الشمس. النهار، في النهار. هناك قصة قصيرة مطلوب منك أنك تكتبها، معطاة الشخصيات والزمان والمكان والمدخل والحدث والنهاية. القصة عبارة عن إن في عيد ميلاد، وفي بعض البنات ب10 سنوات بيروحوا يهنوا زميلتهم في حفل البيت، المكان البيت في حفل عيد ميلاد مريم. الزمان المساء صيفا. المدخل: تعالوا أصوات الأغاني وراحة الطعام الزكية. الحدث: نرمين بتستهزئ بسهى من شكلها وملابسها الرصة، بينما مريم اللي هي صاحبة الحفلة بتنادلها وتشكرها على هديتها، فبتحس نرمين بالإحراج وبتعتذر. إذن هذه عناوين القصة، عنوان القصة ومكانها والأحداث بتاعتها. بعد الكتابة لابد ان احنا نشوف اصلت الفكرة. هل التزمت بعدد الكلمات المطلوبة منك؟ هل التزمت بعناصر القصة؟ التسلسل: هل احداث القصة متسلسلة تسلسل منطقي؟ ترتيب الجمل: هل عناصر الجمل صحيحة؟ هل تنوعت الجمل بين اسمية وفعلية؟ طيب، اختيار المفردات: هل اخترت مفردات مناسبة لوصف الحدث؟ الاملاء والخط: هل هناك اخطاء املائية او نحوية؟ اللي بيقيم الموضوع بيدور على ايه؟ على هذه الاشياء: أصلت الفكر، تسلسل الفكرة، تركيب الجملة، اختيار المفردات. وبيديك ايه؟ من 1 لـ4 تدريج، يعني الدرجة بتتدرج من 1 لـ4. الإملاء والخط: أول حاجة أصلت الفكرة، هل انت التزمت بعنصر ولا 2 ولا 3 ولا التزمت بالقصة كلها؟ التسلسل الفكري: هل انت عملت مقدمة وخاتمة بتخدم القصة ولا لأ؟ تركيب الجمل: هل هناك في تركيب جميل للكتب والجمل، تركيب صحيح ما فيش فيه اخطاء؟ اختيار مفرداتك: مفرداتك بتختارها في بطريقة مناسبة. الاملاء والخط: هل هناك اخطاء املائية؟ 6 اخطاء، 5 اخطاء، 3 اخطاء، ما فيش اخطاء خاطئ خالص. فبيديك ايه؟ بيديك الدرجة من 10. لاحظ وتعلم. لا تستسلم واعد المحاولة مرة ومرات عديدة. تعلم من العثرات واعلم انها تعلمك دروسا لن تستطيع تعلمها بأي مكان. اعد المحاولة بأشكال عديدة لتصل الى ما تريد. اعدها ولا تستسلم. انهض من عثرتك
وانفض عنك غبارها وتفاءل وكن على يقين أنك ستصل لما تريد في الوقت المحدد لك. تذكر أن الجميع قد تعثروا قبل الوصول، والفرق أنهم لم يستسلموا وأعادوا المحاولة وأكملوا طريقهم للنهاية. واعلم أن طريق النجاح لا نهاية له، كلما حققت نجاحا تعلم منه واستعد بما أنجزت واسعد بما أنجزت، ثم انطلق للنجاح الذي يليه. استخرج مفرد أماكن مكان المرادف التالي الذي بعده، التالي جمع العثرة، عثرات مضاد شك يقين. ما فائدة العثرات اللي تقابلها في حياتنا؟ تعلمنا، نتعلم منها وناخذ دروس من التجربة والخطأ. ما الفرق بين ناجح ومن لم ينجح؟ الذي نجح تعلم من أخطائه وواصل العمل ولم يتوقف. ما النجاح الذي تريد تحقيقه هذا العام؟ الحصول على درجات نهائية في امتحان آخر العام، الفوز بمسابقة أفضل رسام أو أفضل كاتب. أحب الجلوس على الماء والاستمتاع بالهدوء، على غرير الماء والاستمتاع بالهدوء. أعود، بس نحتاج أكمل بالكلمات المناسبة. أعود من تمرين الرياضة منهكة. عقد أمي المفضلة فاشتري لها أبي عقدا آخر يشبه. فرط عقد أمي المفضل فاشترى لها أبي عقدا آخر يشبهه. فرحت حين علمت أن فريقي المفضل اجتاز المباراة النهائية. علينا تجنب إهدار الوقت لنحصل على أعلى الدرجات. حدد موقع ما تحته خط فيما يأتي. عاد الغريب إلى وطنه، الغريب فاعل. عمرت الدولة الصحراء، مفعول به. حدد الصياد الهدف، مفعول به. ارتفعت الطائرة عالية، فاعل. استخرج مفعول به من الجمل الآتية. بنى الآثار الفراعنة، الآثار هي المفعول به. بنى الفراعنة الآثار، أو بنى الآثار الفراعنة. ساعد المحتاج، ساعد أنت المحتاج، المفعول به المحتاج. تنضح الشمس الثمار، تنضغ الشمس الثمار. الشمس هي الفاعل والثمار هي المفعول به. ضع خطا تحت الخطأ ثم صوبه واذكر السبب. أقامت المدرسة حفل، أقامت المدرسة حفلا. التصويب المدرسة حفلا، حفلا هنا لابد أن يكون عليها فتحة لأنها مفعول به. السبب ان هو مفعول به، ما ينفعش نحط عليه ضمه، نحط عليه فتحه لانه منصوب. ينصت التلميذ للحديث، ينصت التلميذ ليس التلميذ، ينصت التلميذ ليس فتحه لانه ليس مفعول به انه مفاعل. ينصت التلميذ للحديث، اذا هنحط ضمه مكان الفتحه. يسمو الانسان باخلاقه، ما ينفعش فتحه نحط ضمه. يسمو الانسان بأخلاقه. ضع الكلمة الآتية فاعلا مرة ومفعولا به مرة، واضبط الحالتين، القارئ المتفوق الأمين. تساعد الأجهزة الحديثة الإنسان في أداء بعض الأعمال، وعلى الرغم من أنها تأخذ دور الإنسان أحيانا فهي توفر الوقت والجهد، لكن يبقى الإنسان هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة، فالآلة يخترع الإنسان ويطورها. هنكتب، نعمل مشروع حملة توعية لترشيد استهلاك الكهرباء. نرسم بعض الرسومات. اختر أكثر أشياء تستخدمها، كم تستخدمها كم ساعة في اليوم، ورأيك هل يمكن الاستغناء عنها. تخيل الحياة بدون كهرباء ثم صفها. ابحث عن دور الكهرباء في تحليل النهضة الزراعية والصناعية. انتشرت في الآونة الأخيرة سلوكيات مسرفة في استخدام الكهرباء ومسبب انهيار لها، فلنقم معا بعمل حملة توعية بأهمية الحفاظ على موردنا وترشيد استهلاك الكهرباء. اتبع مع الخطوات الآتية لتخططوا هذه الحملة. اسم المجموعة وقائد المجموعة واختيار المجموعة. عمل قصة مصورة عن أهمية الكهرباء في مجال الطب. عمل بوستر ودعاية عن ترشيد الاستهلاك. جمع معلومات وكتابة مقالة عن ترشيد الاستهلاك. رسم صورة تعبيرية عن سلوكيات استخدام الكهرباء.